إذن يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واستعن بالله ولا تعجز. إحنا الآن لما يجي واحد يقول لنا مثلا أنت قوي وأنت قوي وأنت قوي، نقول نحن نعم قوي ولكن بالله سبحانه وتعالى. الله يعطينا ويقوينا ويعيننا، فمن دون الله ما نستطيع أن نفعل شيء، ما كاش حركة ولا سكون إلا بإذن الله. وهذا الشيء اللي رب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه. شوف الآن كاين أمراض الناس اللي تعرف الطب يعرفوها خير من على كل حال، حنا نشوفوها غير في الواقع ما نعرفوهاش ولا نعرفو سموها. كاين أمراض شفتها أنا، شفت الناس في المستشفى أمراض بيها، أمراض الإنسان لا يسكن ضد الشلل، عكس تاع الشلل، ما يحبسش، يبقى غير يتحرك، ما يحبسش كيما حنا حابسين، حتى تحبس. الله لم يأذن له بالسكون. شفت امرأة في مستشفى بمسوس تتعذب مع ابنها في عمره 12 سنة، تتعذب، يتحرك، يبقى غير يتحرك. قلت لها هذا يبقى هذا، قالت لي 24 ساعة على 24 ساعة، لا يتوقف. قلت لها ولو كان نايم، قالت لي هو راه قد يديرها. قلت أنا في نفسي كان مرض يسميوه مرض الشلل، إنسان مشلول 100%، ما يقدرش يتحرك، الآخر ما يقدرش يسكن. فقلت سبحان الله، الله عز وجل يرينا في هذه الحياة آيات ويبين لنا بأنك أنت تتحرك في وقت ما حبيت وتحبس وقت ما حبيت بإذن من الله سبحانه وتعالى. ولهذا شرعت الأذكار. علاه ربي دار الأذكار؟ علاه؟ باش نذكروا هكذا وحنا هكذا نلعبوا برك وخلاص، باش نقعدوا نقولوا الله 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 وخلاص. أنا ما كلام، لا ماشي هذا هو الذكر. الذكر هو أن تعيش في كل لقطة مع الله. اسمعها مليح هذه، راك ما تقراش في الكتب. الذكر ان علاه دائما الذكر موجود كثيرا في القران، كثيرا ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، دائما كلمه كثيرا. واش معناتها؟ ان لك في النهار سبحا طويلا، دائما حياتك في الذكر. الان واذكر ربك كثيرا. شوف الان هذاك الذكر هذاك، واحد رايح داخل الخلاء يذكر الله، يخرج من الخلاء يذكر الله، يجي ياكل يذكر الله، يدخل داره يذكر الله، يجي يرقد يذكر الله، ينوض من النعاس ذكر الله، تقلب في وسط النعاس يذكر الله. وقتاش ما يذكرش الله المسلم؟ دائما يذكر الله. واش معناتها؟ معناتها ممنوع الغفله ولو ثانيه واحده. ما يعني انت مميز بذكرك عن البهائم، البهيمه تاكل وما تذكرش الله، وانت تاكل وتذكر الله. يعني دائما هذا اللقمه احنا كلها اعطاها لي هو. وبسم الله ناكلها، هو اللي يخليها تجوز منا. شحال من واحد دار هك قتلته اللقمه ولا لا؟ شحال من واحد يشرب قتلته الشربه تاعه. فانت الان دائما تشرب الحمد لله. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله لا يرضى عن العبد اذا شرب الشربه، الشربه معناتها الجغمه تاع الماء، فيحمد الله. يعني كل ما تشرب جغمه تقول الحمد لله، الحمد لله تنال رضا الله، يرضى عن العبد كلما شرب الشربه حمد الله. ايش معناتها؟ معناتها راح نعيش انا دائما نحمد الله، الحمد لله جزاه الله زيد نشرب، الحمد لله جزاك الخير، أعطاها لي هو وجزاك الخير. فالآن وكنت تكمل الماكلة تاعك أعطاك خلاص، الآن واش دير؟ الحمد لله اللي الآن رزقني هذا الطعام وجعل له مخرجا، لأنه كان يحبس عليك الطعام أو يحبس عنك البول تصير في مرض واحد أخر. فلهذا شوف يعطيك الذوق تروح تاكل والشهية، والغدة تأمرك تروح تاكل الشيء الفلاني حتى تعمر الشيء اللي يحتاج الجسم وغير ذلك من أوجه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولكن حنا في حياتنا اليومية دائما وين نمشوا؟ بسم الله جايك السيارة تاعك، سبحان الذي سخر لنا هذا، سيارة ولا شاحنة توزن أطنان وأنا نوزن 60 كيلو قاعد نمشي فيها كيما الحال. شكون سخرها لك؟ الله. دابة توزن قناطير وأنت راكب فوقها وتقولها روحي من تروح من تروح من، وكان تضر عليك الدابة اللي تقتل وهي أقوى منك وأنت تتحكم فيها. شكون اللي سخرها لك وحطها لك تحت الامر تاع الله سبحانه وتعالى؟ باش يخليك دائما عبد عايش اياك نعبد واياك نستعين، دائما عبد فقير. من انت؟ من انت حتى تتكبر على الناس ولا تقول انا وانا؟ هكذا واش يصير لنا جماعه؟ كل واحد يحكم مكانه ونصير اخلاق وطيبه، واحد ما تاخذوا عزه بالاثم، واحد لا يتكبر على واحد، وتصير الاخلاق تشوفها كيفاش تمشي بعد ذلك. منين تجي؟ والله من منهج تربوي تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو اللي علم به الصحابه، مشاو الناس مشاو مشاو مشاو
علمهم النبي عليه الصلاة والسلام أشياء مثل ما أنا يقول لك الآن. يعني يمكن أعطيتك غير القرآن والسنة. مثل ما أعطيتك هذا أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى ولا وش يدير؟ ما عنده شرطة ولا عنده عسكر ولا عنده حبس ولا عنده شيء. وهو البيبان ما كانش عندهم، ما كانش بيبان. حطوا الناس يريدوا يبدوا مرتاحين. أعلى درجة الأمن القومي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني قمة الأمن، قمة الأمن. الآن تعيش الدول العظمى في 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 عراق مدني يقعدوا يقول لك ادخل واحد بسلاحته وقت الجماعة في الثانوية 24 قتيل في أعظم دولة في أمريكا، يعيشون اضطرابات وإجرام، يعني إجرامات. يعني دولة أعظم دولة هي الأولى في الإجرام في العالم، الإجرام في بلادهم، بلادهم إجرام. فانظر لما يغيب الوازع الديني، يغيب الدين، يغيب التعلق بالله، تغيب التربية النبوية، نقول احنا في فساد. ولذلك انا لما كلمت واحد البروفيسور في فرنسا واش قلت له واحنا نتناقشوا على الدين وعجبوا الكلام، هذا بروفيسور في النوروشير في علم جراحة الاعصاب في عمره 93 سنة وهو متدين يعني نصراني. قلت له نحن الان انتم تحكمون علينا كي بعدنا على الدين، مش كي نقرب على الدين. هذاك اللي يسرقك وهذاك اللي يغدرك واللي كلالك دراهمك واللي راه يقتل بغير حق واللي يراه يفعل 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 يفعل، هذو كي بعدوا على دينهم يديروا داك خطيه الدين. حنا كي رانا نفسدوا برا، كي رانا نضاربوا برا، يتلاقوا في السياره يضاربوا، واحد يسرق جار وواحد كذا، هذا الفساد اللي منتشر في المجتمع تاعنا. حنا كي رانا مسلمين رانا نديروا داك، كي بعدنا على الدين. تسمى ما يجيش واحد يقول هذا المسلمين هذو، لا لا هذو ما كي بعدوا على الدين. لو كان جو المسلمين رحتوا في الصحابه، امر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل اللقطه، والله ما يرميين واحد من مسلم، ماشي سرقه. الناس هذا يجوزوا يلقاو حاجه ما يلبسوهاش. انا حضرت في زمن قريب في مكه، هذا اموال هذا محطوطين هذا في الارض، والله واحد ما يحبي مسلم. هذه غير نحكي في التسعينات، في 94 95، يعني في زمن قريب لما كان الناس مازال فيهم التدين فيهم الخير. في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ما تحكيش، الناس تطلق الدواب تاعها تمشي عادي، واحد ما يسرق واحد. يعني الناس اللي قطع لهم النبي عليه الصلاة والسلام يدهم ولا غدرهم القصاص ولا جلدهم ولا قلال قلال تحسبهم، هكذا تلقاهم في كتاب الفقه في الحدود محسوبين، فلان فلان قطع كذا 4 5 6 الناس السلام عليكم. في طول هذه السنوات كامل أعلى درجة الأمن القومي قمة. الناس تروح نساء في صلاة الصبح يروحوا للمسجد يصلوا يعاودوا يقولوا واحد ينسى قمة الأمن. على مين جاء الوازع الديني، التربية الدينية، تعلق بالله؟ لما تعلقوا بالله نقولوا ما شاء الله في أخلاقنا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الإنسان أنه كي تجتهد دير معاها واحد الحاجة يستعين بالله وحدك، ما دير والو. ولو كان ديرها غير وحدك برك راح تولي متكبر، تولي تقول انا ربكم الاعلى، وهذا ما ينفعك والله. هذا الطغيان يسموه، ان يتخلى الانسان عن الاستعانه بالله. دائما انت بالله، وليدك نجح ما شاء الله، والله ما انا مشينا ولا زيرتهم باش ولا ولا لا، والله يقول انت التوفيق من الله. او كاين ناس زيروا اولادهم وما خرجوش من الحلم، فانت ولا تعبت عليهم باش قرا وانا ربيتهم انا كبرت، لا ما انت والله ما انت، انت ربي وفقك راك تروح وتجي راك توكل في روحك. كنت عازب ما كنتش تلقى خبزه، ومن بعد عطاك ربي الولاد عطاك رزق معاهم. فانت انسان ضعيف والله، انت دير سبه وترجع وعادي، ما تقولش انا انا انا، هذه اللي خلات الاولاد يفزوا. فانت لازم تبين لاولادك والله يا ولادي هذا من عند الله سبحانه وتعالى، هذا خير الله عز وجل عطاه لنا، وفقنا الله. ولا كان الاولاد صالحوا والله هذا توفيق الله، لا كان نجحت في دراسه والله يا ربي وفق هذا توفيق من الله، ولا كان اخترت شيء اختيار سليم، او كنت عندك راي سليم قال والله هذا التوفيق من الله، الله هداني انني اخترت هذا الاختيار الجميل، ماشي انا وانا كي نفكر نحطها في مكانها ونجيبها وكذا، انا كي ندير حاجه كلش، لا ما تقولش انا، ما تقولش انا، خليك انت بينك وبين الله عز وجل فقير ضعيف، ارمي الامور عند الله، خليه يسيرها هو سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا تعجز. القسم الأول هو احرص على ما ينفعك واستعين بالله، ولا تعجز ما قالش واستعين بالله. لماذا؟ لأن العجز أمر فطري تميل إليه النفس، ما تسحقش الاستعانة، وحدها تروح العجز،
ولهذا مش قال العجز، مش هو العجز هنا؟ العجز عجزان، عجز اختياري وعجز اضطراري. كاين عجز اضطراري، اني حاب نروح للمسجد ولكنني مشلول ما قدرتش نروح، لا غالب ربي يعطاني ابتلاء ما قدرتش نتحرك الروح. انسان اعمى ما يشوفش، مسكين ضرير، والشتاء برا والظلام وغير ذلك، ما عندوش لي سوق ويديه المسجد ما قدرش يروح، يصلي في داره. هذا عجز، عجز اضطراري ما قدرش. عاجز عن يقرا القران ما يشوفش ما قدرش، يسمع ولا يقرا عليه واحد ما قدرش يقرا هو. كاين عجز ربي هو جاك، ربي لبسو بك الى ان، هذا عجز. حاب يتزوج، حاب يحسن نفسه، ما قدرش، ما عندوش، ما لقى والو، ما لقاش، عجز اضطراري. هذا ماهوش مقصود في الحديث، ماشي هذا هو المعنى. ولا تعجز عجز اختياريا. واش معنى العجز الاختياري؟ هو ان نفسك تمشي الى الشيء التي يريحها، يحب اللعب، يحب القسره، يحب يتكسر، يحب يرقد، يسهر، يحب يرقد بعد الصبح، يضربها حتى 11 حتى 12، واش هو؟ يمد نفسه هواها. هذا هو العجز الاختياري، هذا. ولا تعجز، لماذا؟ مستحيل تلتقي بطوله ويلتقي تفوق والنجاح وقوه المؤمن، المؤمن القوي مع واحد عاجز، مستحيل. مستحيل. انت حاب تولي انسان ما شاء الله تهدي الناس، او عالم، او مخترع، تنفع البلد وتنفع العباد، وفي نفس الوقت تاكل كما ياكلوا الناس، وتخرج تسهر وتقصر في القهوه كما الناس، وتروح تلعب كامل الالعاب اللي تتشهى نفسك كما الناس، وترقد بعد الصبح وتضربها حتى 11 12 حتى نفسك خلاص، تقول خلاص رقدت. كيفاش تنجح؟ لازم تتميز انت على الناس، نوم قليل، اكل قليل، حياه، تلعب اشياء للضروره اللي تحب تنفس على نفسك شويه امور وتمشي. اما الامر الاخر فانت في جديه وانت في نشاط وانت تمشي، لان الامه تحتاجك، لازم تمشي، لازم تكبر على عمرك. في عمرك 20 سنه عمل تاع واحد 40 سنه، في عمرك 40 سنه تخدم خدمه تاع واحد 70 سنه. لماذا؟ لانك حياتك كامل مشيت فيها اشياء كثيره. كاين الناس والله والله كيما هو كيما البلاكا تاع السطور، قاعد هكذا، قاعد قاعد، لا ذكر ولا قاعد ولا قاعد. وشكون خير منه؟ الشجره خير منه، شجره تسبح بحمد ربها. وهو واش قاعد يخزر في هذه جازت وهذه جازت وهذه جازت، ويتبلى ويشوف منها، يعني كارثه. ولا ذكر الله ولا شيء، يوم كامل يخرج من الدار هذيك الخدمه، قاعد قاعد قاعد، ما يتحركش، ما يتحركش. إذا شفت روحك بلا شغل فاعلم أنك على خطر عظيم. لازم عندك شغل، لازم عندك حاجة. ولو ذكر الله، لازم حاجة تديرها. عد مريضا، أعن عاجزا، صل رحما، اذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا، صلي لك ركعتين، أربع ركعات، اصلح ذات بين الناس، اتصل على إنسان، قعدت ما عندك والو، والله شوف فلان عندي مدة ما اتصلتش به، خليه، أنا ربي نوادي الحمد لله. قال ما عندي والو، ما لقيت ما ندير، حبس. فلان عندي مده ما اتصلت به، السلام عليكم، مش راك يا فلان، والله صار عندي مده ما سمعت صوتك، كلمه طيبه تعطيها لي. قال والله نفرح نسمع صوتك، ما شاء الله، هو خصك شيء ولا كذا، صحتك طيبه، الوالدين ما شاء الله، الاولاد، هاي الحمد لله، هاي السلام عليكم، والله تكتب لك عند الله عظيم. هذه الاوقات تمي فيها خير من تخزر في فلان، يا فلان اقعد معانا وتبدا تتكلم في فلان وفلان وفلانه طلقت، فلان زوجت، وفلان بنا، وفلان ريب، وفلان سافر، وفلان جا، وفلان كذا، هذه لا تعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولذلك من باب الحرص على ما ينفعك ارمي كل ما لا يعنيك. حاجة ما تهمكش خليك منها. احنا واش درنا؟ اللي تهمنا رميناه. الأمة غارقة وحنا نقولوا أنا ما دخلني حتى واحد. اللي يحب يفسد نزيدوا ندعوا له، الله يسهل عليه نقول. ليه يشرب الخمر؟ الله يسهل عليه، أنا ندعوا له باش يسهل عليه احنا. يسرق؟ الله يسهل عليه، منين ندعوا لهم؟ باش يسهل لهم الله. وماشيين؟ لا، هذاك هذاك يهمني هذاك، لو يسرق يهمني هذاك، دخل روحي فيه. وهذاك خويا اللي يصلي معايا في المسجد راه مسكينه ويجي عنده عامين هو لابس ست ايام، نعسه نعسه. وشوف وش بك يا فلان غير الخير. كاش ما عندك يمشي معك البيت. على هذا الانسان مسكين الثياب تاعو رثه، باك محتاج يصلي معنا في المسجد. نلاحظوه. هنا لازم نقرعجوا، في هذه المليح نقرعجوا. نشوفوا فلان مسكين وش به مصفار دايما مهموم. الرسول عليه الصلاه دخل ابو امامه قاع هكذا في الجامع. قالوا وش بك علاه؟ يا الخير. قالوا والله عندي دين مهموم،
عاونوا الرسول عليه الصلاة والسلام. جابر القاه نفس الشيء، عاونوا النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لا، قال الصحابي قالوا ما لك في المسجد في غير وقت صلاة؟ أنا ركعت في الجامع وماشي وقت صلاة، غير خير ما عندك مشكل؟ قالت هما كي كانوا عندهم مشكل ضرب مع زوجته، ليش ضربها بسكرة يروح الجامع؟ فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل يمشي لعندهم، واش قال لهم؟ واش قالوا؟ قالوا علاه راك في الجامع في وقت ماشي العصر؟ علاه؟ قالوا والله عندي مشكلة. هنا تسقسي على خاوتك ودخل روحك هنايا. أما فلانة طلقت ما تهمك، خليك. خليك خليك ما تدخلش روحك. هذيك أمور خاطيك. أنت يضيعوا لك عمرك ويفسدوا لك قلبك. خليك أنت انتبه انتبه شوف انتبه وعزت كامل الناس اللي قدامك. بصح عزتهم باش تسقمهم ماشي باش تهضر فيهم. فلان موش يجي للمسجد، ما روحش شنو فلان؟ هو ضربها دبديبة راح وتفرح بها. لا لا أنت تشوفوا موش يجي روح أنت لي أنت روح. ما تروحش تهضر عليها. وتعجبني اللافتة يديروها في بعض المحلات، إذا أعجبناك فتحدث عنا وإذا لم يعجبك فتحدث لنا. هكذا إذا هذا عس خوتك عسهم وانتبه ولا تعد عيناك عنهم زينة الحياة الدنيا. بصح مش تسقمهم مش تكلم معاهم. أي الأخوة، هذا دين، هذا دين الله، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أنك تحرص على ما ينفعك، ماشي معناتها ما تدخلش روحك في الناس. تدخل روحك في الناس بصح الدين النصيحة. وش معنى النصيحة؟ لازم تقدم الخير للناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استنصحه أن ينصحه ويبين جواب فلان. قال يا فلان أنا حبيت نتزوج فلان. معليش نسألك عنها أخويا، مش مشكل أنت أخويا ماذا بيا لما أنا أي بنت حومتي روح نسأل عنها، مش مشكل ننصحك جيد. هذه ما شاء الله نعرف عليها كذا، نعرف عليها كذا، نعرف عليها كذا، لأنه جا طلب مني نصيحة. ماشي هي أنا نروح نهضر عليها في وسط الناس، لا، هو طلب النصيحة نعطيه والله وش يعرف أنا. الله يسهل ما شاء الله. فلذلك نحن الآن ضللنا البوصلة، ولينا نقول كلمات ونمشي في واحد الطريق وظنينا أننا رانا ما شاء الله، وإحنا لم نحرص على ما ينفعنا. ولهذا ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة مهمة ونختم بها، سمحوا لي زدت لكم الخمس دقائق هذه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أصابه شيء فلا يقول لو كان كذا لكان كذا. علاه؟ هو راهي من فوق مدبره. انت ما كدير والو، انت في سبه فقط. لا كان صابك حاجه انت تمشي في طريق حاكم طريق ولقيت روحك في مكان اخر، واش تقول؟ قدر الله وما شاء فعل. علاه؟ لان الكون كله يسير بتدبير الرب سبحانه وتعالى. وانت يا هذوك الاجتهاد وهذا كذا، انا نجتهد 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 باش نجيب لك الحاجه. اخدم تخدم ودرت لي عليا ومشيت في الطريق المسلوك، قدر الله ربي عز وجل جاب لي حاجه واحده اخرى. قدر الله وما شاء فعل. هذه اختيار تاع الرب، انا درت لي عليها. ما نروحش ننتحر ولا نتناول مخدرات ولا نعمل كذا، قدر الله وما شاء فعل. والانسان يعيش في راحه تامه. انا نلخص لك كلمه مهمه 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 جدا. هذا يسميه الايمان بالقضاء والقدر، الذي يعالج لنا جميع الامراض النفسيه والاضطرابات التي نعيشها الان. واللي خلاتك انت وانا ما نضحكوش لاننا حملنا هم الدنيا. وصار الانسان يعيش، انا كنت ناوي نتزوج فلانه ما عطاوهاليش، وانا كنت ناوي ندير هذيك وما درتهاش، وانا كنت ناوي كذا وناوي كذا. وين دخلنا؟ دخلنا في اضطرابات نفسيه. صار الانسان يروح للكاشي ويروح للخمر، واحد يقتل باباه، واحد يهجر اخاه، واحد كذا. علاه؟ ولينا واحد ما يقدر يهضر معاه، واحد ما يتحمل فيه. علاه؟ لاننا لم نرضى بالقضاء والقدر الموجود عندنا. بصح كي تعيش بالقضاء والقدر، القضاء والقدر وشنو هو القضاء والقدر؟ القضاء والقدر هو كيما لامورتيسور تاع السياره. شفت لامورتيسور تاع السياره؟ كي تجي الضربه هو يتحملها. حنا كي تجيك ضربه، واحد مات له خوه، يجوه الناس قدر الله ما شاء فعل، وهذا مكتوب الله عز وجل، ولكل اجل كتاب، وربي سبحانه وتعالى لا يؤخر نفسه اذا. واش دير؟ ترتاح ترتاح. هذوك الكلمات يريحوك على هذيك التعزيه مليحه في وقتها، ماشي شهرين ثلاثه بعد ما يموت الانسان. في وقتها يكون الانسان مهموم، تروح تقول له كلمه مليحه: من عز مؤمنا في مصيبه البسه الله حله خضراء يوم القيامه. فانت تعزيه تقول كلمه طيبه، هذه عاده التعزيه، ماشي لازم لفظ ولا دعاء معين، لا، وانما كلمه طيبه. تروح له تقول له الحمد لله رب الله فيها خير، ان شاء الله انت انسان مؤمن بالله وهذا قدر الله عز وجل. كلمه طيبه اختار، تعلم تعلم كيف تقول كلام طيب. فالان لما تقول كلمه طيبه هذه ترتاح. ولا انت تمشي بالسياره قصها ضربتي واحد تهبط تقول له الحديد يروح الحمد لله سلامات من عند الله عز وجل قدرها الله، بالك ربي عطلنا
بالك ربي عطانا كان حصاننا حاجه اخرى. واش يصرى هذا الامورتيسور؟ واحد طاح في الحفره الامورتيسور هو يتحملها سيارة بعد سنوات. احنا هنا عندنا القضاء والقدر هو الامورتيسور. علاش نعرفوا ربي بانه يدبر غير الحكمه فقط نعيشوا مرتاحين؟ الكفار ما عندهمش الامورتيسور غير يدي الضربه ينطح غير تلقاه مرمي. والله عشت في ايام الماضيه في فرنسا كل مره يحبس بينا المترو. واش كاين واحد ما روحو المترو نص ساعه وحنا نستنى على ارمى روحو يروحوا لحاجه واحده اخرى ينطحوا بكثره. لماذا؟ ما عندهمش الامورتيسور، ما يامنوش بالقضاء والقدر. ويقول كان درت هكذا ما جاتنيش، لازم واحد زائد واحد يسوي اثنين. علاه؟ او يظن باللي هو اللي يدبر الدنيا. وليك اللي يدبر الدنيا الله سبحانه وتعالى. وحنا نمشوا نسترزقوا ونعملوا نداويوا ونديروا كذا. ما قدرش ربي تبارك الله ما أذنش، ما قدرش ربي يرزقك الله ما أذنش. درت التجاره تاعك ودرت الاسباب وسالت اهل الخبره وطلعت الريد وما قدرش الله عز وجل الحمد لله. واحد اخر لا 35 سنه احنا واحد تما في فرنسا 35 سنه طلع الريد وما كاش جو الصباح لقاوه داير حبيله. ما كاش ايمان بقضاء وقدر. ولذلك قال ولا تقولن لشيء، يعني اذا صابك شيء لا تقولن لو كان كذا لكان كذا. كاين لو وحده يقبلها ربي برك، لو وحده يسموها لو الايجابيه. تقول واحد اعطيت له جا مسكين فقير كذا منا اعطيت له 100,000. تروح تقول والله كان اعطيت له 200,000 خير، بالك مسكين ما عندوش ثاني باش يشري دواء، اعطيت له غير قسمه ياكل برك. هذه يسموها لو الايجابيه اللي تدفعك قدام الخير زياده. هذه كلها ما تخافش، حفظت زوج حزام، حفظت زوج حزام، لو كان فرصيت شويه كان جبت ربع حزام. هذه معليش تقولها. هذيك تاع على بالك نروح للطريق الاخرى ما تقولهاش، هذه قدر الله وما شاء فعل. وسمحوا لي على التاخير وانا حلاتي معكم، يعني انتم ما شاء الله طيبين، واستسمحكم ان شاء الله تبارك وتعالى.